الحمد لله المقابلة كانت صعبة جدا، تنظن كان الأهم هو 3 نقاط. أنا الفريق الخصم كان فريق قوي وصعب جدا، صعب المراس لأنه كنت يحاول ما أمكن باش يخلينا نشوف الريتم ديالو بلاعب كرة طويلة، حنا هذا ماشي اللعب ديالنا وندخلوا في النزالات الهوائية، فخلقوا لنا بعض المشاكل حقيقة. سجلوا الهدف الأول عن ضربة جزاء جات عن طريق ضربة زاوية، للأسف ما كانتش حراسة فردية في شيء جيد، استطعنا باش نرجعوا في المقابلة، عرفنا بأن غتحنا فرصة كان خصنا غير بعض الصبر واللاعب لعب الكرة ديالنا، ولكن الفرق الخصم صعب علينا المارس بزاف لأنهم لعبوا بطريقة اللاعب المباشر وحاولوا ما أمكن المرتدات ويلعبوا على الكرة الثابتة، فالحمد لله هذا انتصار مهم رغم أنه كان صعب وصعب للغاية. حنا ما استطعناش باش نفرضوا السيطره ديالنا على المقابله بالكامل لان الفريق الخصم حتى هو قدم مقابله اللي كان تيبغي ينتظرها اللي بغى يديرها، وحنا حاولنا ما امكن نجاريو في المقابله واستطعنا الحمد لله بفضل العزيمه بفضل التنظيم ديال اللاعبين بفضل كذلك المداومه لان بقات 4 دقائق ولا اقل وبقينا غاديين في التركيز ديالنا والحمد لله انتصرنا. هذا انتصار جيد غيزيد يعززنا الثقه في النفس ديالنا باش ان شاء الله نوجدوا المقابله المقبله غتكون نفس المنوال غتكون صعبه وصعبه جدا. نعرفوا المقابله المقبله مع فريق تاهو تيصارع باش يبقى في القسم الوطني الثاني غتكون مقابله صعبه، ولكن الحمد لله انا عندي ثقه كامله في اللاعبين بانهم غيحاولوا يسترجعوا الطراوه ديالهم ويجدوا المقابله بشكل جيد ونتفادوا الاخطاء اللي ارتكبناها اليوم باش نكونوا ان شاء الله في المقابله المقبله احسن جاهزيه ولما لا نعود بثلاث نقاط من مدينه الخميسات. احنا تنمشيو للمدى القصير، المدى القصير والمقابله المقبله هذا هو التركيز ديالنا تام، تنحاولوا ما نمشيو مقابله بمقابله، تنعرفوا كره القدم فخصنا نبقاو مركزين بشكل جيد، هذا هو اللي غيخلينا ونشوفوا في المقابله الاخيره خمس مقابلات الاخيره فين غنوصلوا بعدد النقاط ديالنا وفي الترتيب ديالنا ونشوفوا بعد ذلك، فتنحاولوا ما يمكن نخليو الارجل ديالنا في الارض، نعملوا جادا باش نحسنوا طريقه الاداء ديال الفريق ديالنا ونشوفوا في المقابلات. نتمنى نبقاو غاديين في هذا المنوال، بعد تنظن الى بقاو 5 أو 4 المقابلات غنشوفوا الترتيب ديالنا وبالتالي غنعرفوا واش بامكاننا نصارعوا للصعود لان هناك فرق قويه اللي تتصارع واللي اعلنات بان تتصارع باش تمشي للقسم الوطني الاول، ففريق صاد الرباطي هو تنظن هذا حق مشروع ديالو حتى هو يحاول ما امكن يمشي في الطريق ديالو ونتمنى على الله باش نبقاو غاديين في هذا المنوال.